بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الفل على حضراتكم جميعا. أحداث مهمة جدا النهاردة بتشهدها ساحة الرياضة في مصر، وبالتحديد أزمة كبيرة جدا موجودة في نادي الزمالك. بطلها رئيس الجمعية العمومية لنادي الزمالك هو وابنه الصغير، طبعا هو وابنه الصغير. هنتكلم فيها، هنتكلم في الكواليس بتاعتها، وهنقول للناس الحقيقة اللي حصلت جوه النادي علشان محدش يظلم أي طرف عن الآخر. اللي حصل بالظبط النهارده للفريق الأول في كرة القدم في نادي الزمالك في التمرين قبل وأثناء وبعد هيتقال ولا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة، علشان الناس الحقيقة تبقى واضحة قدامها، وعلشان الناس هي اللي تحكم على الأوضاع. علشان هنطلع بعد كده كمان شوية هتلاقوا بعض اللجان الإلكترونية وبعض الكتائب المتضاوية والأميريتية واخر حاجه اخرها هي هتحمل اللعيبه او هتصدر اللعيبه للجمهور. هتصدر اللعيبه للجمهور. لعيبه نادي الزمالك حتى اللحظه ديت لم يخطئوا في شيء. لعيبه نادي الزمالك الفتره اللي فاتت ليها مستحقات ماليه كبيره جدا وكتيره جدا، تم الوعود ليها مره واتنين وتلاته على انها تاخد المستحقات بتاعتها. لعيبة نادي الزمالك الفترة اللي فاتت تغاضوا عن الجزء ده، اشتغلوا لغاية ما خدوا بطولتين، بطولة السوبر الأفريقي بأداء ولا أحلى ولا أروع ولا أجمل من كده، ومن بعديها بطولة السوبر المحلي، ومن بعديها مباراة الذهاب أمام الترجي اللي كانت موجودة أول إيه أول إمبارح. من المفترض ان اللعيبه النهارده كانت تروح النادي تلاقي المستحقات الماليه بتاعتها جاهزه على حسب الوعد اللي وعده رئيس الجمعيه العموميه للعيبه من الموظف المسؤول اللي هو المختص السيد محمد بدر. محمد بدر هو الموظف المسؤول انه يقبض لعيبه نادي الزمالك المستحقات الماليه بتاعته. لعيبه نادي الزمالك راحت النهارده التمرين، لبسوا ماشي لبسوا ونزلوا الملعب علشان يتمرنوا، وبيسالوا على محمد بدر. محمد بدر فص ملح وداب. محمد بدر فص ملح وداب. وبعد كده اقاويل ان هو سافر مع المهندس هاني زاده ومع ايمن حافظ لتونس النهارده علشان يعدوا لاستقبال البعثه اللي هتسافر يوم الثلاث باذن الله اللي هي بعد بكره. طيب بعد ما سالوا على محمد بدر ما لاقوهوش، قالوا طب خلاص احنا النهارده نروح الخزنه علشان نشوف الفلوس بتاعتنا اللي توعدنا بيها. ان المفترض ان النهارده ده الكلام دوت في تمرينة امبارح، لان التمرينة بتاعت امبارح مجموعة كبيرة من اللعيبة ما جاتش التمرين، واتصلوا بالتليفونات عرفوا الموقف المالي وقالوا لهم هتقبضوا ايه النهارده، هتقبضوا النهارده. فبالتالي راحوا النهارده ما لقوش الفلوس، وسألوا عليها في الخزنة ما لقوهاش. سألوا على الاخ رئيس مجلس اداره نادي الزمالك مرتضى منصور، فص ملح وهو راخر وداب. فص ملح وهو راخر وداب. طب نقعد مع الراجل، طب يقول لنا، طب السفر هيبقى يوم الثلاث الصبح، ما قدامناش غير بكره بس. كده مش هينفع، كده مش هينفع. طب موعد قعدتنا امتى مع رئيس النادي؟ رئيس النادي فص ملح وده. طب خلاص ماشي، نلجأ للمشرف العام.
نلجأ للمشرف العام. راحوا متصلين بأمير مرتضى منصور. يا عم أمير أنت فين؟ قال لهم أنا مش جاي النهارده كالعادة الطبيعي. اخلع استخبى ما تواجهش ما تحلش، مشرف عام على الكورة فضائيات بس. لما يبقى بس الفرقة كسبانة يطلع يقول له كلمتين هنا، يطلع يقول له كلمتين هنا، يقول لك احنا صح، يقول لك مش عارف ايه، يقول لك يقول لك. انما وقت الازمات لا. وكان الحقيقة يعني رد غاية في القسوة، غاية في القسوة. رد الرد ايه على اللعيبة تليفونيا؟ قال لهم والله النادي ما فيهوش فلوس، اللي عاجبه على كده اهلا وسهلا، اللي مش عاجبه على كده هو حر. ده الكلام اللي وصل للعيبة نادي الايه الزمالك. طبعا اللعيبة لم يقبلوا هذا الاسلوب ولم يقبلوا هذا الكلام. بعد ما كانوا لبسوا راحوا النادي ودخلوا اوض اللبس ولبسوا ونزلوا علشان يتمرنوا، وكل دوت في المحادثات والمداولات والناس عماله تلف حوالين رئيس النادي ومحمد بدر وامير و و و و الى اخره، لغايه ما جالهم الرد دوت من الاخ المشرف العام على كره القدم في نادي الزمالك. طبعا احنا لا مؤاخذه يعني مش هنتعامل كده على اخر الزمن، وحتى الرد ما ينفعش يبقى كده، يعني حتى الرد ما ينفعش يبقى كده. يا اما هتتم احترام الناس ديت، وبعدين هو النهارده اللعيبه ديت بتتكلم في ايه؟ اللعيبه ديت بتتكلم في حقوقها، اللعيبه دي ما قصرتش. اللعيبه ديت الفتره اللي فاتت كانوا على قلب رجل واحد، اللعيبه ديت ليهم مستحقات ماليه متاخره كتيره جدا جدا جدا، بياخدوا اجزاء متحملين نادي الزمالك في المشكله الماديه اللي هم موجودين فيها، وبالتالي لابد ان يتم التعامل معاهم احسن من كده، يتم التعامل معاهم بشكل احترافي انما مش بشكل استفزازي. وبعدين ده بيطلب حقه. وبعدين النهارده الراجل دوت مفرح جماهير نادي الزمالك وعامل اللي عليه، جايب لنا بطولتين وخلاص قاب قوسين او ادنى ان هو يعدي ماتش الترجي هناك كسبان هنا 3-1، ان شاء الله ربنا يكرم المجموعه ديت وتعمل نتيجه ايجابيه هناك وتبقى عدت ودخلت السيمي فاينل. فالنهارده لما يجي يطلب حقه، لما يجي النهارده يطلب حقه، يبقى لازم تتم المعامله بتاعته احسن من كده. حتى لو مفيش فلوس يبقى في قعده ومواجهه ما بين المسؤول عن نادي الزمالك، لان المشكله دي مشكلة رئيس نادي الزمالك. دي يا حبيبي شغلتك الأساسية. دي شغلة رئيس الجمعية العمومية الأساسية، إنك تدبر الموارد المادية علشان تسد الاحتياجات للنادي كله. في أول وموظفين اللي بقالهم شهرين ما قبضوش. تاني موظفين نادي الزمالك ده الشهر التاني اللي ما قبضوش فيه. ده الشهر التاني اللي ما قبضوش ايه؟ اللي ما قبضوش فيه مستحقاتهم. طب انت شغلتك ايه؟ يعني انت كرئيس للنادي انت شغلتك ايه؟ بتعمل ايه؟ فالح بس؟ فالح. تطلع المسرح وتقعد تشتم في الناس كلها زي ما عملت كده امبارح؟ ماسك المايك في وسط اعضاء الجمعيه العموميه من اول نهار لاخر وما سابوش. الكره الارضيه اتشتمت، الكره الارضيه امبارح اتشتمت، مصر كلها اتشتمت، مفيش واحد ما اتشتمش امبارح. امه لا اله الا الله. الجنايني وعباس والعتال وابو المعاطي وتامر وسليمان اي بص اللي تتخيلوه واللي ما تتخيلهوش الشتم امبارح. هو ده اللي انت فالح فيه؟ فالح في السيناريوهات الهابطه اللي انت بتعملها؟ فالح مش قادر تجيب موارد ماديه وعندك الازمه ديت موجوده من 3 شهور ما تصرفتش فيها ليه لغايه دلوقتي؟ ما تروح تجيب من عندك، ما تروح تجيب من عندك، ما تروح تجيب من البنك. ما انت ما شاء الله ثروتك عدت المليار، يقال ان ثروتك عدت المليار وشويه.
ولو ما عدتش المليار ما تروح تجيب تسكت يعني تدي الناس حقوقها علشان نادي الزمالك يعدي المرحلة ديت.